الفرقه والحاجات دي كلها اتقالت. وبعدين ابتدينا نشوف اول نفحه من نفحاته، ويمكن الاوفر اللي عمله في ماتش السوبر واوفر بجون بمكسب. وبدا الماتش اللي فات بيعلن عن نفسه، بيجيب جون حلو جدا. اكيد يعني رايك في الجون ان هو جون كويس، جون عالمي، خد الكوره عمل 1 2 وهي نازله له برجله الشمال كده، عمل الجون كمان ثالث لسيف حمدي راح حطها له على الارض يعني. وكان كويس على مدار المباراه، كانت تحركاته كويسه. هو بس محتاج تظبيط تحركاته ازاي. انت دلوقتي اما بيجي بيلعب وبيلعب على الخط ناحيه الشمال، يبقى عارف امتى يفتح الخط وامتى يخش لجوه يكمل في الهجوم، علشان منه يكمل في الهجمه، ومنه انه يساعد الباك سيد معوض اما بيجي يطلع ما بيبقاش قافل عليه. سيد معوض طريقه لعبه بيبقى محتاج اللي قدامه متفاهم معاه. سيد معوض اللي بيلعبه اللعيب بتاع خط الوسط المهاجم اللي بيلعب قدامه. بس لحظة واحدة، الكلام ده ينطبق على سيد معوض ولا على أي باك ليفت في النادي الأهلي؟ لا بص، أنا بكلمك على سيد معوض على أساس إن سيد معوض هو اللي بيشارك في معظم المباريات. تمام. يمكن شديد لعبه مختلف. إنما سيد بيبقى محتاج يتحرك على تحركات الراجل اللي قدامه. لو الراجل اللي قدامه قافل له الخط، سيد مش هيبقى كويس. هيطلع الناس بعد الماتش يقول لك سيد مش في مستواه. مش عشان سيد وحش، ولكن اللي قدامه قافل عليه. إنما لو هو قدر يظبط تحركاته في وجود سيد معوض، اعتقد هو هيبقى احسن، والاهلي بسيد هيبقى احسن. تمام. انما هو لعيب كويس، ابتدت خطورته تبان، واضح ان عنده كوره كويسه، وبس يعني ما يبقاش بقى ايه هيرتكن للمباراه اللي عملها، جاب جون على الطاير وعمل جونين وخلاص دوت اللي هيقدمه للنادي الاهلي. لا، هو بعد كده هو مطالب بالظهور بالمظهر اللي ظهر بيه الماتش اللي فات. ما نقولش بقى على الاهلي بيلعب الانتاج والانتاج في المراكز الاخيره ونتائجه، لا ما نقولش كده خالص، نقول انه دي بدايه ليه، وتقدر تحكم عليه الفتره اللي جايه بقى اما بيبتدي بقى الماتشات بقى تيجي ورا بعض، تشوف بقى هل ده كانت طفره ولا كان هو فعلا ايه ابتدى خلاص ياخد على الفرقه وابتدى يخش جو الفرقه. موسى زيدان بيلعب برجله الشمال واليمين كويس؟ ولا لا، انا شايف ان هو بالشمال بس يعني كويس. انا مش يعني رجله اليمين شكلها كده معافيه شويه، الشكل العام كده. طيب نروح لـ91 قبل ما نطلع.